حافظ السنة لو بدنا نروح هلا رح نوصل وين اذا ما في عنا دبابة رح يقتلونا مثل ما بدك يا سيدي لازم تكون مستعد للضغط من بده قذائف رح نمشي انتبه من المتبات عم نجيب الذخيرة مفهوم نحن أرباب الحرب هلا وقتها من بده قذائف رح نمشي نحن أرباب الحرب يلا قول كل شي بالزمان
ما كان بدي يموت اليوم. على الأقل خليني أكمل الشاي. كشفوني. يلا. لازم نتراجع. رح نمشي. يا الله عم يقوصوا. نعم سيدي. بيضربوا علينا. يلا. يحكوا بيك خلنا. يلا قول كل شيء بالزمان. كشفوني. إذا ما في عنا دبابة رح يقتلونا. هذا المكان منيح. اللي وين بدنا نفتح الصواب الخط. يلا ما حدا بقدر يحسمنا. عندي أحسن بارودة بالعالم. نعم. هلا عرفت لشو الحربة. اللي لوين لازم نروح؟ لازم نصلح هالجنازير. كشفوني. نحن جاهزين. موقع هنيك احسن. لازم نتراجع. عجبتني هالفكرة. ايه انت. لازم نتراجع. خلونا نروح. عم يقوصوا علي. خلونا نروح. عم يضربوا علينا. لازم نتراجع. مين بده المدفعية؟ وين نقوصنا؟ حافظ فهمت لوين بدنا نروح؟ نحن بحاجة للمساعدة. الدخان. ما كان بدي يموت اليوم. رح نصلح كل شيء. خذوا هون بفرصة. نحن بحاجة لدروع. ما حدا بيقدر يحطمها. شغل الموتور. كأنها جديدة. كل شيء واضح. سميها العصفورة أو الفهد. دلع اسمها كتير. ايه انت.
لازم نتراجع. ما في هذي؟ انقذنا بسرعة. ما كان بدي يموت اليوم. جاهزين للشغل. انقذنا بسرعة. سلحنا كل شيء. كشفوني. نقلة الجنود المدرع الحاد. عم ننتظر الأوامر. خل عم يطوشوا علي. راح نواصل فوراً. راح نواصل فوراً. عم ننتظر الأوامر. فهمت. خلونا كشفوني. لا تكتلنا الشيء. اللي وين بدنا نفتح. مفهوم. لازم نتراجع. هذا بده بنزين. من بده قذائف. مفهوم. هذا المكان خطر. اللي لوين لازم نروح؟ راكو نفذ. من بده قذائف؟ انتبه من المتبات. مفهوم. عم نجيب الذخيرات. جدي كان عنده ار بي جي، ابوي كان عنده ار بي جي، وهلا انا عندي ار بي جي. موقع هنيك احسن. رح نمشي. وين الهدف؟ رح تركبونا الدبابة؟ رح يعطوني ميدالية؟ الوضع بصير حاضر كثير.
فهمت. خلونا نطلع. فهمت. احنا بس الفورن. فهمت. احنا بس الفورن. يا ريت ما في عندهم ار بي جي. مين بده المدفعية؟ لقيم؟ سميها العصفورة أو الفهد. سنة اسماء كتير. شو هتان؟ هيجموا علينا. سلاح ما بينزح. الأسد بقلبي. خلونا ننفذ الأمر. راح ننفذ المهمة. كل شيء من شان الجمهورية. طبعا. فرجيني التاريخ. راح نركب السيارة.